يعني ايه نكرة ويعني ايه معرفة. طيب اول حاجة كده لما اجي اقول مثلا نقول مثلا ايه يا طالب، ما بلاش يا طالب، خلينا نقول مثلا احضرت كتاب. خلاص انا قلت ايه؟ احضرت كتاب، ماشي يا شباب. لما اقول احضرت كتاب، معناها يعني حد فيكو فهم الكتاب ده كتاب ايه؟ حد فيكو فهم الكتاب ده كتاب ايه؟ لا، كتاب وخلاص، اي كتاب، اي كتاب، تمام. طيب لما اقول ذاكرت درسا، ذاكرت درسا، طيب هو حد عارف الدرس ده اسمه ايه؟ في مادة ايه؟ لا، تمام. يبقى اي درس، اي درس. فمعنى كلمة نكرة، معنى كلمة نكرة إن هي كلمة غير محددة، تمام؟ كلمة غير معينة، غير محددة، ما حددتش كتاب معين، ما حددتش درس معين، تمام؟ لكن مثلا لو قلت إيه؟ لو قلت أحضرت الكتاب، يبقى إحنا كنا بنتكلم عن كتاب، وقلت إن الكتاب ده أنا أحضرته، تمام؟ لما أقول أحضرت الكتاب، تمام؟ أو أقول مثلا أحضرت كتاب العلوم، تمام؟ احضرت كتاب العلوم، انا حددت كتاب ايه بالظبط؟ كتاب العلوم. عرفت ان هو كتاب معين؟ عرفت انه كتاب معين. يبقى لما اكون بقى بقول ان بحدد او بقول ان الكتاب ده كتاب معين او كتاب محدد، تمام، لما اقول ذاكرت الدرس الاخير، تمام، فانا هنا حددت درس معين، حددت درس معين، تمام. فلما بتكون الكلمة محددة ومعينة كده، أنا بتكلم عن درس معين، بتكلم عن كتاب معين، كتاب محدد بعينه يعني، تمام؟ يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه اسم معرفة. اسمه إيه؟ اسم معرفة. طيب يعني إيه بقى نكرة ومعرفة؟ كلمة نكرة ومعرفة دي يا شباب أنا بقولها على الأسماء فقط، بقولها على الأسماء فقط. يعني ما ينفعش مثلا آجي عند حرف أو فعل وأقول عليه نكرة أو معرفة، خطأ، تمام. يبقى النكرة والمعرفة ده أنا بطلقها على إيه أو بقول على إيه؟ على الاسم. في عندي اسم نوعه نكرة واسم نوعه معرفة، تمام. طيب تاني بقى، يعني إيه اسم نكرة؟ اسم نكرة يدل على غير محدد، حاجة مش محددة، حاجة مش معينة، زي ما أقول كتاب، درس، قلم، معلم، طالب، تمام، حاجة مش محددة. طيب لو اجيت بقى قلت كتابي، المعلم، درس العلوم، تمام، بقى كده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه اسم معرفة. ليه بقى؟ علشان دل على شيء محدد، تمام كده، دل على شيء ايه؟ محدد، تمام كده يا شباب. طيب طيب هو الاسم النكرة والمعرفة ده بيكون موجود في جملة معينة مثلا، أو بيكون ليه إعراب معين مثلا؟ لأ، أي كلمة، أي اسم في أي جملة، في أي وضع، في أي حاجة خالص، أنا أقدر أحدد هو الكلمة دي أو الاسم ده نكرة ولا معرفة، نكرة ولا معرفة. طيب يعني ملوش إعراب محدد كده؟ لأ، بيتعرب حسب موقعه في الجملة. يجي بقى مبتدأ، يجي خبر، يجي فاعل، يجي مفعول به، يجي مضاف إليه، يجي اسم مجرور، تمام، حسب موقعه في الجملة. يبقى النكرة والمعرفة أنا بعربهم حسب موقعهم في الجملة. طيب تعالوا كده هقول لكم على حاجة. أنا عندي هنا مثالين في أول الكتاب، ماشي. فأنا عندي هنا مثلا، أنا عايزة حد من الأولاد بس معايا، نشوف سلمى السيد، اتفضلي يا سلمى. سلمى، سلمى السيد. طيب نشوف سحر، سحر ايه نسمع ماشي، حضرتك. اتفضلي يا سحر، اقرأي كده الجملة الأولى اللي موجودة عندنا في الكتاب. اشتريته، اشتريت كتابا من المعرض. ممتاز جدا. طيب قولي لي يا سحر، ايه الكلمات اللي موجودة في الجملة دي اللي اقدر اقول عليها نكرة ومعرفة؟ اشتريت كتابا. ينفع اقول اشتريت واقول عليها نكرة او المعرفة؟
لا كتابا. بالظبط، لان هو قال اشتريت كتابا، انا ما اعرفش هو كتاب ايه. بالظبط كده يبقى اشتريته، ما اقدرش اقول على الكلمه دي نكره او معرفه لانها فعل، فانا هنستبعدها. تمام، هنستبعدها خلاص، يبقى اشتريته دي مش معانا. طيب عندي كتابا من المعرض. طيب كتابا، قولي لي نكره ولا معرفه، حاجه محدده ولا حاجه مش محدده؟ لا حاجة محددة. كتابا، انا قلت كتاب، عرفت كتاب، الكتاب دوت كتاب ايه؟ لا يبقى حاجه محدده ولا غير محدده؟ غير محددة. يبقى نكرة ولا معرفة؟ نكرة. نكرة. يبقى لما يكون قايل لي حاجة غير محددة يبقى اسمها ايه؟ نكرة. لما تكون غير محددة تبقى ايه؟ تبقى نكرة. طيب نكرة. لما اقول يا سحر، كملي معايا بقية الجملة. لو قلت المعرض، انا حددت معرض مكان بعينه ولا لأ؟ لا انا ما اعرفش هو معرض ايه. هي لا المعرض، نكرة. لا المعرض، انا بتكلم عن المعرض، ما قلتش من معرض وخلاص، ما قلتش معرض يعني اي معرض، لكن المعرض معناه ان ده مكان اهو معروف. تمام تمام. تمام طيب يبقى المعرض هنا، بصي اي كلمه فيها الف ولام الكلمه دي محدده بالنسبه لي، خلاص خلينا كده متفقين، اي كلمه فيها الف ولام الكلمه دي محدده بالنسبه لي، الكلمه دي معينه محدده. طالما معينه او محدده يا سحر تبقى نكره ولا معرفه؟ لا ما أعرف. تبقى معرفة. ممتاز جدا. يبقى أنا عندي يا سحر الجملة الأولى، اشتريت كتابا من المعرض فيها كلمتين أقدر أقول عليهم نكرة ومعرفة، اللي هما إيه؟ الاسمين اللي موجودين عندي، الاسمين اللي موجودين، كتابا قلنا عليه اسم إيه؟ نكرة. والمعرض قلنا نك عليه اسم إيه؟ ما أعرف. معرفة. يبقى يا شباب كده إحنا دلوقتي عرفنا إيه؟ إن الكلمة بس لو أنا عليها عندي سؤال، تنوين، يبقى كده خلينا بقى فاكرين الحتة دي، الكلمة أول ما أنا أشوف عندي سؤال. عليها تنوين، الكلمة أول ما أشوف عليها تنوين يبقى ده اسم نكرة على طول، الكلمة أول ما أشوف عليها تمام. تنوين اسم نكرة على طول، وأنا مغمض كده. تمام طيب الكلمة طب لو فيها أنا ألف، الكلمة فيها ألف ولام يبقى الكلمة دي إيه؟ اسم معرفة على طول. الكلمة معرفة فيها ألف ولام يبقى الكلمة دي إيه؟ اسم معرفة. اسمي تمام معرفة. طيب يا مس، تمام. هي اتفضلي يا حبيبتي. طب لو مثلا جالي ألف ولام في أول الجملة، يعني بدل الشرايط جالي مكانها ألف ولام كده، برضو عادي أقول عليها معرفة ولا لأ؟ بصي النكرة والمعرفة بيكونوا موجودين في أي مكان، في أي حتة، في أي جملة. تمام بقول على الكلمة نفسها، أنا هتكلم عن الكلمة نفسها، ملهاش علاقة خالص بنوع الجملة. تمام يا سحر؟ تمام. شكرا تمام. لحضرتك. بص يا شباب، احنا قلنا ان النكره والمعرفه هيتعربوا حسب موقعهم في الجمله، سواء جمله اسميه، جمله فعليه، اي حاجه. تمام طيب امال احنا ليه مس، طالما هم ما لهمش اعراب معين، احنا ليه بندرس وبنعرف يعني ايه نكره ومعرفه؟ النكره والمعرفه ديت يعني ممكن نقول عليها يا شباب قاعده تمهيديه كده بتمهد لنا، يعني هي زي كده اساس لقواعد تانية جايه. تمام زي ما تقولوا ايه، الاساس لقواعد تانية جايه. تمام فده الاساس اللي هنبني عليه قواعد تانية هتيجي ان شاء الله، زي مثلا حاجه زي قاعده النعت مثلا، هناخد حاجه اسمها النعت وهناخد حاجه اسمها الحال. تمام وهكذا. فلازم النكره والمعرفه يكونوا معانا ونفهم يعني ايه نكره ومعرفه، واقدر احدد نوع الكلمه علشان ان شاء الله في الايه، في الدروس اللي جايه بعد كده. تمام طيب يبقى احنا كده عرفنا ان نكره ومعرفه دي بنقولها على ايه، الاسم بس، الفعل معانا لا، الحرف معانا لا، الاسم بس هو اللي اقدر اقول عليه نكره ومعرفه. تمام طيب احنا لحد دلوقتي لسه ما عرفناش نحدد الكلمه نكره ولا معرفه غير بحاجه واحده بس، لو عليها تنوين يا شباب تبقى نكره، عليها تنوين تبقى ايه؟ نكره، عليها تنوين تبقى ايه؟ نكره. تمام طيب فيها الف ولام معرفه، فيها الف ولام معرفه. تمام النكرة حاجة غير محددة، المعرفة حاجة محددة. ماشي طيب خلينا ناخد كده مثلا عندنا النشاط الأول. عبد الله، عبد الله رامي، اتفضل يا عبد الله. الناس الشعب المصري متكاتف، متكاتف نكرة ولا معرفة؟ جملة الأولى متكاتفون.
نكرة. نكرة. ممتاز، برافو عليك. طيب اللي بعده، إياد محمد. يلا يا إياد، نعم، الجملة الثانية رقم 2، سلم. هو شاعر. طيب سلم. سلم أحمد على أصدقاء. الأصدقاء نكرة أم معرفة؟ اسم نكرة ولا اسم معرفة؟ معرفة معرفة، ممتاز. علشان في إيه؟ عشان ألف في ولام. ألف ولام. طيب لو قلت لك تعرب، تعرب الكلمة الأصدقاء، أعربها إيه؟ إيه موقعها في الجملة؟ مجرور. اسم مجرور. تمام، كمل. اسم مجرور وعلامة الجر إيه؟ وعلامة جر كسر. ممتاز، لأنه إيه؟ جمع تكسير. تمام. طيب عبد الله. عبد الله، أعرب الكلمة بتاعتك يا عبد الله كده، كانت كلمة لا، متكاتف، أعرب متكاتف. متكاتفون يعني أعمل فيها أعرب، مس. أعرب، أعربها، يعني موقعها في الجملة إيه؟ حدد الجملة اسمية ولا فعلية؟ حدد الكلمة ديت هتكون إيه في الجملة؟ اسم متكاتفون فعليا. لا، الجملة، الجملة كلها جملة اسمية، الجملة الاسمية. الجملة كلها اسمية. تمام. الشعب مبتدأ. طيب فين الخبر؟ فين الخبر؟ من الخبر متكاتفون. متكاتفون متكاتف، متكاتف، ممتاز. طيب خبر بقى، كمل الإعراب. خبر ها، خبر إيه؟ خبر ما مرفوع. الخبر دايما مرفوع. مرفوع. تمام، مرفوع بالضم. ممتاز جدا. يبقى متكاتف، خبر مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الضمة. الضم. تمام، ماشي، ممتاز جدا. طيب جمانة. يلا يا جمانة، نعم يا مس. رقم 3 يا جمانة. رقم 3 هو الشاعر العظيم. لا، اقرأي صح، اقرأي صح، مفيش فيها ألف ولام. هو ما هو فيش فيها شاعر، ألف. هو شاعر إيه؟ عظيم. عظيم. تمام، كلمة شاعر نكرة أم معرفة؟ اسم نكرة ولا اسم معرفة؟ نكرة. نكرة، ممتاز، عليه تنوين، جميل. طيب تعرفي تعربي لي الكلمة، كلمة شاعر؟ شعر ها، الجملة دي فاعل. هي جملة، هي دي جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ أيوة لا، الجملة لما بتكون بادئة اسمية. بضمير، الجملة لما بتكون بادئة بضمير يا شباب بتكون جملة اسمية. الجملة بادئة بضمير يبقى جملة اسمية. تمام، جملة اسمية. طيب أشاعر اعربها ايه؟ شعر الجملة الاسمية بتتكون من ايه وايه؟ مبتدأ و مبتدأ وخبر. وخبر. المبتدأ بيكون أول كلمة في الجملة الاسمية، يبقى هو مبتدأ وشاعر إيه؟ خبر. خبر. جميل، كملي بقى الإعراب. خبر مرفوع خبر مرفوع وعلامة وعلامة رفعه. رفعه. الخبر طبعا كلمة شاعر مفرد. الخبر لما بيكون أيوه مفرد بيبقى مرفوع الألف بإيه؟ بالضمة. الخبر لما بيكون الضمة. مفرد بيكون مرفوع بالإيه؟ بالضمة. طيب بصوا الضم يا شباب، خلينا نفتكر مع بعض كده. بصوا، الجملة الاسمية أو الجملة اللي بادئة بضمير، الجملة اللي بتبدأ بضمير، أي ضمير بقى، هو، هي، هما، أنتم، أنتن، أي ضمير. تمام، الجملة لما تبدأ بضمير اعرفوا إن الجملة دي جملة اسمية. الجملة لما تبدأ بضمير يبقى الجملة دي جملة إيه؟ جملة اسمية. تمام. طيب طالما جملة اسمية يبقى الضمير ده هو المبتدأ والكلمة اللي جاية بعده على طول هي الخبر. تمام، الضمير ده هو المبتدأ والكلمة اللي جاية بعده على طول هي الخبر، اتفقنا؟ يبقى شاعر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، ونوع الكلمة طبعا نكرة لأنها منونة. ماشي، ما حددتش شاعر معين، ده لا، كلمة شاعر كلمة غير محددة وغير معينة، أي شاعر، أي شاعر، خلاص؟
طيب مريم، أيوة. مريم يلا يا حبيبتي، رقم 4. يعمل الشباب بنشاط، بنشاط وحيوية. نشاط، يعمل ممتازة. الشباب بنشاط نكرة، اسم نكرة ولا نشاط معرفة؟ نشاط نشاط نكر، مع قصدي نكرة. معرفة. لا نكرة ولا معرفة، نركز. فيها تنوين ولا نشاط لام؟ نكر تنوين ولا ألف ولام؟ تنوين. فيها تنوين. يبقى نكرة. تمام. الكلمة لما بصوا، وأنا قلت حددت النشاط معين، لا بقول بنشاط، نشاط نشاط أي نشاط. تمام. يبقى ده إيه؟ يبقى ده نكرة. خلاص. طيب يبقى الكلمة هنا نكرة. طب تعرفي تعربيها لي؟ قولي لي موقعها إيه في الجملة. اسم مجرور ممتاز. بباء وعلامة جر، وعلامة جر، علامة جر الكسرة. الكسر. الكسرة يبقى بنشاط، نشاط اسم مجرور علامة جره الكسرة لأنه مفرد، اسم مجرور بالكسرة لأنه إيه؟ مفرد. تمام. طيب تمام. جودي، نعم يا ماشي. يلا يا جودي، الجملة الخامسة، رقم 5. استمع التلاميذ إلى المعلم. كلنا مركزين مع زمايلنا، هم بيجوا عشان لو في حاجة احنا مثلا نسينا، احنا الوقت بنراجع. تمام. يلا اتفضلي يا جودي. حددي كلمة المعلم، كلمة اسم نكرة ولا اسم معرفة؟ المعلم معرفة، اه معرفة. بدأ بألف ولام معرفة على طول. معرفة. بدأ بألف ولام معرفة على طول، صح يا شباب؟ تمام. تعرفي تقولي لي اعرابها ايه في اعرابها ايه في الجملة دي؟ موقعها ايه في الجملة؟ اسم مجرور وعلامة الجر؟ علامة الكسر. الكسرة لأنه مفرد. ممتاز جدا. طيب راوية، راوية حسان، نعم يا يلا يا راوية. النيل هبة من الله. كلمة نيل. النيل نكرة أم معرفة؟ معرفة. النيل معرفة. تبدأ بألف ولام. طيب إعرابها إيه؟ النيل إعرابها النيل. أيوة النيل مثلا مخطوط علامة رفعه الضمة. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز جدا. طيب طبعا احنا آخر حاجة هنا هسأل فيها، وبعدين يعني هنحل بس الاتنين دول، وبعدين بقى نروح نتعرف على الاسم المعرفة، عشان الاسم النكرة سهل جدا مفيش فيه أي حاجة خالص. هناخد بقى الاسم المعرفة لأن في أنواع المعارف كتير، أنواع المعارف كتير. طيب يحيى، يحيى نعم. اتفضل، رقم 7. أنتم مخلصون لوطنكم، لأوطانكم، لوطنكم. لوطنكم. تمام. كلمة مخلصون اسم نكرة ولا اسم معرفة؟ طيب شباب احنا مخلصون هنخرج وهندخل على نفس اللينك تاني. تمام، نفس اللينك تاني.